التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ووفدا برلمانيا من كوريا الجنوبية برئاسة رئيس المنتدى الكوري الإفريقي ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب تميز العلاقات المصرية الكورية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خاصة على الصعيد البرلماني، داعيا الجانب الكوري إلى المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. من جانبه أكد رئيس المنتدى الكوري الإفريقي على أن مصر شريك هام لكوريا، مشيدا بالتنمية الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، وأن هناك رغبة وحرصا كوريا على تعزيز الاستثمارات والشراكة مع مصر في مختلف المجالات. We'll be right back.